جماعة عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معاكم قناه النصوص وقناه منزليه بسيطه وانيقه. هنعمل مع بعضين النهارده صينيه البطاطس والفول. ده افطارنا ان شاء الله اللي هو ربع يوم رمضان. مكوناتنا معانا البصل ومعانا ورق اللولي اهي، وهنا في الملح والفلفل والماجي المبشوره، وعندنا هنا اللحم بتاعتها مقطعينها ومجهزينها ومغسوله زي الفل، وهنا برضو الثوم وفلفل والبطاطس بتاعتنا والسمنه والطماطم. هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل طنشات كده يا جماعه، البصل اهو والثوم، هنزل عليه الفلفل بتاعنا والملح اهو، هنضيفهم بقى دعكه حلوه كده. بقى لحمتنا يا جماعه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. برده اللحمه نديها برده ايه حبه البصل دول عشان تخلي طعمها حلو. كله بيدعك مع بعض. بطاطس مع البطاطس برضه، فوق وتحت كده، عشان كله نتأكد ان البطاطس كلها. هننزل بقى العصير بتاعنا يا جماعة بتاع الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي تخينة، هزود لها شوية شوربة او مية عليها، مية دافية كده يا جماعة، عشان طبعا معانا يا جماعة بتاعتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. على الوش كده اهو، ثلاث معالق كده حلوين اهو. السمنة بتاعتنا حطيناها ثلاث معالق كبار كده حلوين زي كوبشة كده، انا بعملها دي معلقة كبيرة. وكمان لحمتنا فيها سمين هتدي نكهة حلوة. نحطها في الفرن. اروح بقى نحطها في الفرن. رجعنا لكم تاني يا حبايبنا، بنعمل المخلل اهو، الباذنجان بتاعنا اهو على قد برضو اليوم. طبعا مسلوق الباذنجان اهو، وده الحبش بتاعه فلفل وايه، فلفل وثوم، فلفل بارد وفلفل حراق وثوم وملح بس، ومعانا طبعا الليمون والخل بتاعنا بعد ما نخلص. نكمل ونرجع لكم تاني. الباذنجان اتفضل. اهو يا جماعه زي ما احنا شايفينه كده، الباذنجان جميل يفتح النفس كده على الاكل. بردك اللهم اني صايم. اهو بناخد الميه الحمراء دي بتاعته، ما نضيفش حاجه خالص. ولموتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو وحبة خل صغيرين كده، بقيت الازازة اللي عندنا اهي بيدي طعم حلو للباذنجان. السلام عليكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني. ادي الاكل اللي احنا عملناه مع بعضنا، صينية البطاطس اللحمة والسلطة بتاعتنا والفلفل المخلل الباذنجان المخلل، وفي الفراخ اللي كانت عندنا اهي، والبطاطس ومكرونه البشاميل اللي احنا كنا عاملينها مع بعضينا قبل كده، البواقي بتاعت الفراخ والمكرونه، وده طبعا المشروبات سحلب والصوبيا والخروب. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. تنسوش بقى الاشتراكات واللايكات والتعليقات والاشتراكات بتاعتكم عشان وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قناه تنسوس وقناه منزليه بسيطه وانيقه. السلام عليكم يا جماعه.